السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك اللهم بارك. جي أشواح مشروع الرياحين تبارك الله قطع أشواط متقدمة، الصورة النهائية تبارك الله غنشوفوا الأيام القليلة القادمة، غنشوفوا أمور أخرى كتعلق بالفينيسيو، بأمور إن شاء الله اللي غتعطينا نهاية الأشغال. كما كيعرف الجميع العملية ديال تسليم الشقق مستمرة تبارك الله، كتشوفوا معنا الرحيل راه داخل السيكتور 2 و5. كنهضروا على مشروع الرياحين السيكتور 2 و5 اللي بدات فيهم العملية ديال التسليم وداخل لهم الموضوع ديالهم، والأمور تبارك الله راه غادية بواحد الطريقة اللي هي مزيانة. اليوم كنهضروا على العملية ديال التسليم اللي باقي مستمرة، ربما باقي لنا السيكتور 3 و4 و6، هاد لي سيكتور اللي ترقموا، كنشوفهم ترقموا، كنا درنا عليهم واحد الجولة كبيرة هنا في الجنبات، الحمد لله كنشوفهم ترقموا. راه في القريب العاجل كاينة أرقام كبيرة جدا في العملية ديال تسليم الشقق، أرقام كبيرة في العملية ديال تسليم الشقق، وإن شاء الله راه ما يكون غير الخير. نقطة مهمة كنبغي نشير لها الإخوان، ألا وهي النقطة المتعلقة بالمدرسة. المدرسة تقريبا باقي لها واحد الشهر ديال الأيام، فالحمد لله عندنا 4 ديال المدارس غيفتحوا الأبواب ديالهم دفعة واحدة، بالإضافة للمدارس اللي كاينين. عندنا المدرسة اللي تبنات تبارك الله هنايا واللي كتشوفوا معنا ما شاء الله، راه كتبان لي من هنا، غندير لكم عليها شي حلقة خاصة باش نقربكم منها الإخوان. تبارك الله راه طلعت بعد ما كنا صورنا لكم غير الساس على المدرسة هنايا، وغادي نرجعوا للخلف هنا السيكتور 5. كنشوفوا هنا الحاوية ديال الأزبال دخلات هنايا، كنشوفوا مجموعة من التغييرات، كنشوفوا أمور اللي هي مهمة، فنتمناهم الله الخير والتيسير للجميع. الإخوان درنا واحد البوز من الفيديو، حاولنا نوفروا لكم شوية المعلومات، فكما قلت لكم بالنسبة للمدرسة إن شاء الله ما غيكونش فيها المشكل بالمرة، خصوصا الناس ديال الابتدائي والإعدادي. عندنا جوج مدارس ابتدائية، جوج مدارس إعدادية، زائد المدرسة الابتدائية الثالثة اللي بداو فيها ناس ديال البساتين عمر الخيام، يعني كاينة أمور اللي هي إيجابية. اليوم كنشوفوا الناس كيتسائلوا على السيكتور 6 إمتى غيبدا فيه التسليم. السيكتور 6 غادي يبدا فيه التسليم إن شاء الله مع السيكتور 4 و3، لأن كانت بدات العملية ديال التسليم، باقي بعض الرتوشات خاصها تكمل، باقي بعض الأمور اللي خاصها تقاد إن شاء الله، ويبدا التسليم بأرقام كبيرة وكبيرة جدا. هذا هو اللي كاين الخوت. بالنسبة للسيكتور 2 و5 فالعملية مستمرة، العملية مستمرة. عندنا السيكتور 9 باقي فيه شي شوية ديال الخدمة، هانتوما غنحاولوا نقربوكم الناس اللي كيقول خويا أيوب، بغينا نشوفوا مشروع الرياحين فين وصل. فكنشوفوا هنايا زيارات ديال الناس هنا للجنبات ديال المشروع، كيشوفوا الامور فين وصلات. فكما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، هنا المحلات التجاريه راه تبارك الله مقاده. كنشوفوا هنا في الوسط ديال الطريق العمليه ديال الجارديناج، والعين ديالي كتشوف من السيكتور 6 فالعمليه ديال الجارديناج مستمره فيه هو الاخر، يعني كاينه خدمه كبيره اللي كدار. نتمناهم الله ان الوتيره تسرع شي شويه ديال تسليم الشقق باش الناس يعرفوا شنو غادي يديروا، واش يقريو وليداتهم يعني في مدينه تمارا ولا في مدينه الصخيرات. هذا كل ما في الامر. هنا السيكتور 7 هو اللي في اليمين ديالنا، السيكتور 7 هو اللي في اليمين ديالنا الاخوان كما كتشوفوا. هذا السيكتور 4 اللي في اليسار، هذا السيكتور 9. انا كما كتشوفوا هنا الحد ديال السيكتور 7 والسيكتور 8 هو البلاصه فين كانوا البرارك. انا غادي يطلع غادي نقلبوا على اليسار. كما كتشوفوا معنا السيكتور 9 تبارك الله حتى هو خدموا فيه، هانتوما كما كتشوفوا معنا السيكتور 9 تبارك الله حتى هو مشى بواحد الطريقه اللي مزيانه. عندنا 4 باقي فيه شويه الخدمه في بعض الزوايا تتعلق بالعمليه ديال الجارديناج، ما سهلاش الاخوه. راه كنهضروا على مشروع ديال 32 قطار اللي فيه مشروع الياسمين والرياحين، والمدرسه اللي هضرت لكم عليها الخوت الجديده اللي كيقراو فيها الناس ديال البساتين، اللي كيقراو فيها الناس ديال البساتين هي هذه، جات في القنت ديال الرياحين. عندنا هادي وعندنا المدرسة الأخرى اللي في الخلف اللي وريتها لكم في الأول الفيديو،
جيت السيكتور 5 انتم على المدرسه هنا طريق مسدوده تما غادي نقلب غير من هنايا فان شاء الله غيكون الخير. الناس صبرات الناس صبرات باش تخرج من التكرفيس فغيتزاد شويه الصبر ان شاء الله وما يكون على الخير. اكيد جايه تغييرات كبيره جايه امور مهمه هنا بعماله تسخيرات تمارا نتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع يا ربي هادشي اللي كنتمناو. اليوم كنشوفوا مشاريع هضرنا على مشروع ديال 32 هكتار فكنهضروا على 8000 شقه 8000 شقه راه كنهضروا تقريبا على النص ديال الساكنه ديال تمارا فما ساهلاش. كذلك عندنا مشاريع اخرى اللي بدات فيها العمليه ديال التسليم ومشاريع اخرى طور الانجاز اللي ربما باقي ما دارتش عليها حتى القرعه غنحاولوا نقربوكم من كل كبيره وصغيره هنا بمشروع الرياحين لمدينه الصخيرات. كما قلت لكم الجميل في الامر كنشوف السيكتور واحد قطع اشواط متقدمه تبارك الله سرعه كبيره في الاشغال تبارك الله. الشركه ديال سوس ماجد صراحه معروفه بالسرعه ديالها بالجوده ديالها هذا هو اللي كاين انتما كما كتشوفوا معنا. نتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي انتما كما كتشوفوا الاخوان. هذا السيكتور واحد جي اش واحد عندنا من هنا لواحد جوج الاسابيع ثلاثة غنلقاو كلام اخر هنايا الدياجور كل ما يبقاش يبان لينا هنا غيكون شد بلاصتو هذا هو اللي كاين. وتبارك الله خلاص الاشغال اللي جايه في الطريق الوطني رقم واحد تحرير الملك العمومي امور كبيرة جايه في الطريق ان شاء الله اللي غتعطينا تغييرات مهمة ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات خرجنا للطريق الوطني رقم واحد شارع الحسن الثاني الطريق اللي جاو عليه المشاريع الخاصة بقاطيني دور الصفيح سابقا فكنهضرو على مشروع الرياحين الياسمين مشروع الفردوس الكرامة مجموعة من المشاريع اللي جات هنا في الجنبات مع الأمور اللي هي إيجابية كنشوفو أشغال كبيرة بالذات في مدينة الصخيرات بحال العملية ديال التوسعة ديال شارع الحسن الثاني واللي غتمشي حتى لمدينة تمارا نقطة مهمة اللي غتفك مجموعة من المشاكل إن شاء الله. نتمنوا من الله الخير والتيسير نتمنوا من الله نشوفوا ترونسبور حافلات اخرى زايده في الطريق نشوفوا خطوط من الصخيرات ان شاء الله الرباط مباشره نشوفوا خطوط اضافيه لان كنهضروا على واحد الكثافه السكانيه اللي هي كبيره وكبيره بزاف. الى هنا مشاهدينا الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.